يسرى محمد بتقول عايزة مسكن الخشونة لخشونة الركبة وألمها فظيع جدا مش قادرة أتحمله، لو سمحت يا ريت ترد علي. حاضر. ممكن حاجة من الحاجات اللي هي فيها جلوكوزامين مع ام اس ام زي الجينوفيل مثلا او الاستاسين دي اس او سبورتيف كبسول، اي حاجة من الحاجات دي تمشي عليها بانتظام حباية الصبح وبالليل مع اكياس من الكياس الكولاجين اللي موجودة في السوق زي دولاجين كياس او كولاويل كياس او سي اتش الفا كياس، كيس واحد يوميا. دول لو مشت عليهم 3 شهور 4 شهور بيفرقوا، مع حاجه بقى مسكن خفيف لو بتاخد لبوس مثلا اندوسيد لبوس اندومسازين لبوس، لبوسه كل يوم بالليل، او في حاجه برشام اغلى شويه حاجه اسمها ريكوكس برايت 60 حبايه بعد العشاء يوميا، دي بتقلل الاعراض. طب معلش سؤال يا دكتور، مع الادويه اللي حضرتك قلتها ممكن تعمل العسل والقرفه؟ ما هي الحاجات اللي هي والله يا دكتور انا بقيت شاطره، تمام. انا قلت برضه قلت الحاجات نقول لها الموضوعيه زي الفل. تجيب قلنا في اول الحلقه في خلطه بتاعه القرفه وعسل النحل تعمليهم عجينه وتحطيهم كده على تدلكي بيهم او تحطيهم على المكان اللي فيه الالم، هيهدوا الموضوع خالص.